ده انا ما رضيتش اجيب المطرش. وانا ينفع اخد البتاع ده بعد ما اخلص؟ طبعا فده عيونك. انا مش عارف اعمل بيه ايه، بس انا ممكن. انا منتجه سخيه جدا، ربنا يخليكي. والطبق ده برضو عجبني. لا بس مديرنا ما يشوفناش. شوفش الحلقه دي بالذات. ده انا كنت جايبه لك قلقاس النهارده. كنت اهرب اصلا يعني، كنت بعت حد يسال الاول اذا كان فيه قلقاس ولا لا. انا مش اوبن مايند خالص في الاكل خالص يعني، مثلا مش اوبن والله خالص يعني، عندي استعداد للتفتح الذهني في اي حاجه الا الاكل. مستحيل يعني الناس تيجي تقول لك تعالى ناكل سوشي، يا عم مش هاكل سوشي. انا اكل سوشي ليه؟ ليه؟ انا مقنع. اكل ليه سوشي؟ اكل سمك ني ليه؟ انا ويقعد بقى يحكي لك ماضيه بقى وان هو مش سمك ني، ويحكي لك بقى حاجات عشان احبه، كان مثلا ماما جايبه لك عروسه وتقول لك دي طيبه ومؤدبه. لا مفيش الكلام، مش هاكله برضه. الشيف بيبقى عايزك تبقى جواهرجي يعني، معاك ميزان حساس اللي هو معايا 180 جرام من زيت الزيتون الهلامي.